سؤال قوي. سؤال صعب. سؤال كتير حلو. الحياة والأمل. أنا أمي طبعاً متوفية، فهيك السؤال اللي ربطني اللي ريحتها، صوتها. سوري شوي تأثرت. ريحتها، صوتها، وجودها مع أولادي، أحلى تيت في العالم. إن أمي وين ما بتروح تطغى علي، يعني أنا وين ما بروح بقولها تحكي لهم مش إنه أنا بنتك، لأنه كلهم بيحكوا لي على فكرة أمك يعني أنغش منك، أمك ألطف منك. أنا مرضت وإجت أمي عندي من لبنان، فكانت عم تعطيني كل اللي عندها، عطتني إياه وما تركتني لصرت منيحة. إذا كانت الحياة سودة ما بتشوفها غير بيضة وزهور ورود. يمكن أكتر موقف صعب كان علينا هو وقت وفاة الوالد فجأة، فماما ما كانت قوية بس فرجتنا إنها قوية، وإحنا كنا يعني أقوياء معها. صديقتي وحبيبتي، ويعني مستحيل أتخيل الدنيا من غيرها. أحبها هواية. لا بديش خلص، كنت هذا البورت ما بدي. الأم يعني أنا بحكي لهم أنا أمي اللي قايمة فيه، مو أنا اللي قايمة بأمي بالحقيقة. ماما ربتنا ولعبت دور الأم والأب وطريقة فظيعة. باجي أوقات بحكي لها شغلة دغري يعني بتصدقها وبتاخدها بطريقة كتير جدية، بتضحك على أبسط الأشياء، وهذا إشي أنا بشتاق له دايما. بالفترة الأخيرة لما صارت تتعب صرت كتير أخاف عليها بزيادة، كانت تفرحنا بكيكة عادية وتجيب الملبس أبو القرش وتطحنه وتحط لنا إياه تزينه. من أزكى الكيكات كانت. أحلى شيء لما أنا أجي عندي أي إشي أروح أحكي لها إياه أحس بأمان، ما كنت أخاف إني أنا أحكي. دائما هيك عم تصغي لإلك، يعني دائما هي معك بحواسها كلياته. أنا وياها دائما مع بعض ولحالنا مع بعض بالبيت، فيعني بنتخانق كتير بس بنفس الوقت ما في يعني 5 دقايق إلا بروح ببوس إيدها ويعني وبراضيها. مستحيل ننام زعلانين من بعض. خلتني أكمل جامعة وكانت ظروف كتير صعبة والحمد لله رب العالمين، لولاها كان أنا ما درست ولا كان معي شهادة. حسيت لما كبروا إنجاز، الحياة تستحق التضحية، عمري اللي ضيعته عشانها تستحق التضحية. لأنه اشتغلنا عليهم والله، الله أعلم اشتغلنا صح ولا اشتغلنا وشغلت. ماما تقرأ لي قصة دايرة والذئب. إنه مثلاً إذا كانوا تعبانين أو كانوا بحاجة لشيء بدون ما يحكوا كنت عارفة شو بدهم. كثير عملوا فيا أفلام كثير يعني مشاغبة من هي صغيرة بالمدرسة بالجامعة، وحالياً وهي موظفة وهي مشاغبة يعني. أنا ما بنشبه بعض، إنه عندنا نفس الضحكة، إنه هي بتضحك أنا بضحك نفس الشيء. هي شخصية محبوبة عند أخوتها عند أهلها عند الجميع يعني، وبتحب الناس بشكل عام. فنغم هي كل شيء بحياتي، هي حبيبتي وهي بنتي وهي أختي. هسه بعد ما كبرنا وتعبنا وأدينا رسالتنا أبدا ما مقصرة وياي. إني هلأ بتمنى يرجع يوم نقعد نرجع عندك نرجع من غير أولادكم لحالكم. وأنا أولادي إن كان ليان أو الباقيين ثروتي بالدنيا كلها، كنزي يعني، هذا الكنز اللي ورثته. وحتى لو طبخت الطبخة اللي إحنا ما بنحبها وكل يوم بتحكينا ما بعرف إنه هاي ما بتحبوها الطبخة بس خلينا ناكلها. شكرا لأنك ساندتيني بكل إشي، وشكرا لأنك دائما موجودة لما نكون بحاجتك. يعني الحياة قصيرة والواحد يعني ما بعرف شو بيصير معه، فحلو إنه نضل نحكي لهم قد إيه إحنا بنحبهم. بس